مولاي مولاي، ما اللي زينب بعد ذبحك يا حسين وحرق الخيام وعليك تجري العاديات؟ أمسيت في البيداء ملقى مقطع الوصال، منحورا من القفا وراسك على القنا الخطي، عظم الله لك الأجر يا زينب بالمصاب الأليم. فهذه الهواذج أسرجت لسبيك لسبيك يا ابنة أمير المؤمنين، لا كافلة لك ولا معين، مقسمة النظرات بين جسوم معفرة في التراب وأيتام تأت في البيداء تجر وراء نهر الخيام. يلي جبتني الكربلة بعزي ودلالي، عاشر يصبحني بعذابات الليالي، لا خذر يويني وجنايزكم قبالي، وهاي العساكر حاصرت نبه هجمة البين. أجمع يتامى لو ألمك وانت أوصال، لو أنظر العباس لا يمنى ولا شمال، لو أسمع السجاد يمي يشتكي الحال، محتار يم مصرع هلي وحرق الصياوين. قلبي مع هاي الفواجع قلبي موعود، من طاح حماي اللواء وتمزق الجود، خبرني ذبحك للوطن وياك معون، ودي على طولك أشوف بكربلا البيت.